أعزائي المشاهدين، نرحب بكم اليوم من موقع أم النمل. هاي هي أم النمل، منطقة أم النمل. طبعا موقعة أم النمل تبدأ بتل أبو الخس، وهو أقدم موقع أثري في الأردن، يعود إلى العصر الحجري الحديث الأعلى. وهنا كمان بنلاحظ هنا هاي في عندنا مرتفعات سرطبة، يعني هذا جبل طبعا في عليه تحريج، وفي مواقع أثرية كثير مهمة. واللي بتشوفوه هنا بالصورة هو قلعة الطنطور، صخرة الطنطور، وهي صخرة جيولوجية ذات تكوين طبيعي، بحيث انه هاي الصخرة او التلة تقع في منتصف الوادي. وهنا طبعا بتشوف عين التينة، وهناك طبعا منطقة الخارجة في خراج بلدة كفر عوان، وهي المنطقة طبعا اللي هي مطلة على مناطق لواء الكورة بالريف الغربي، اللي هي أراضي بلدات كفر راكب وبيتيدس وكفر عوان وكفر أبيل. وطبعا هاي المنطقة كلياتها اسمها أم النمل، أم النمل، وطبعا فيها مناظر كثير جميلة. وفي قرية ثانية كمان اسمها خربة أم النمل، برضو هاي القرية كانت خربة، الآن فيها قرية بسيطة، وهذه المنطقة اسمها أم النمل. وادي أبو صالح في لواء الكورة بمحافظة تربت بشمال الأردن. هاي الينابيع الحمد لله كلها تفجرت بعد الموسم المطري الوفير الذي حبانا الله خلال الموسم الماضي. طبعا تغلبنا بالوصول إلى هذا المكان الذي يحتاج إلى لياقة بدنية عالية.